مروة بالنسبة لي ماتت والأمر خلص، محدش يفتح الموضوع ده تاني. ما تقولش كده على بنتي تاني، بنت عايشة ومبسوطة، واللي أنا عملته أنا وإخواتها هو ده الصح، وإنت اللي أشبرت لنا نعمل كده مش حد تاني. الراجل جالك من الباب وتقدم بما يرضي الله، بس إنت كأن فاطمة عملالك غسيل مخ، كلامها كله يتنفس من غير اعتراض كأنه قرآن. استغفر الله العظيم. لا يا حج محمود، لحد عيالي وله لازم أقف مع عيالي، اللي يبص لهم بس أكلوا بسناني، مفهوم؟ والكلام ده ليكم انتوا الاثنين، وانتي بالأخص يا فاطمة، ابعد شرك عن بنتي عشان أنا اللي حقفلك، فاهمة؟ وبصت لها من فوق لتحت، راحت عند أمجد وبجد، ارفعوا راسكم، انتوا ما عملتوش حاجة غلط، انتوا عملتوا الصح وبصيتوا المستقبل أختكم بدل ما كانت حتدفن مع راجل كبير. قالها بجد، بس احنا تهنا قدام مراتاتنا يا أمي، شكلنا هيكون عامل ازاي قدامهم واحنا انضربنا قدامهم. قالها أمجد، يا أمي ما يصحش كده، أنا كلها كم شهر وهكون أب يا أمي، أعمل إيه؟ أسيب البيت أنا كمان؟ اوعوا حد منكم يفكر يسيب البيت. إيه؟ هتسيبوا الجمل بما حمل لفاطمة؟ أنتوا اللي تعبتوا فيه من صغركم، أنتوا اللي عملتوا كل ده، أنتوا اللي اشتغلتوا وتعبتوا لحد ما كونتوا كل ده فوقه. خلاص، ده أبوكم وحقه عليكم. وما تنسوش برضو، الخبر جاله فجأة وغير متوقع، هيكون رد فعله ايه؟ هو فقد السيطرة على نفسه وده امر طبيعي. في اسكندرية، مدينة السحر والجمال والعشق والدلال، عند يوسف ومروة. صحيت مروة لقت نفسها في حضن يوسف، اتكسفت ودفنت وشها في صدره. فق يوسف على حركتها، ضمها اكتر وحضنها. عروستي وحبيبتي وبنتي، مكسوفة من ايه بس يا حبيبتي؟ امر طبيعي، انت بقيتي خلاص مراتي وحبيبتي وبنت قلبي، يعني مفيش كسوف بينا. صح يا حبيبي، بس انا معرفش ازاي يعني ده حصل. هو ايه اللي صح يا حبيبتي؟ يا بنتي انت هتموتي من الكسوف وعلى اللون الاحمر اللي في وشك. يا خرابي، هما اللي بيتكسفوا بيحلووا قوي كده؟ اموت انا في الفراولة. والتليفون رن. مين بقى الغلس اللي بيتصل بينا دلوقتي؟ مسكت مروة التليفون. يا لهوي يا لهوي، في ايه يا مروة؟ مين اللي بيتصل؟ ده ماجد يا يوسف، هقول له ايه؟ هتقولي له ايه في ايه؟ ما فهمتش برضو. هقول له انا عملت ايه معاك. يا خرابي، لو عرف انا مش هرد عليه احسن. لا انا لازم ارد، لحسن ينزل يشوفني. كل ده ويوسف بيتفرج عليها وغرقان في الضحك. انت بتضحك ليه؟ قول لي اعمل ايه انا. ولا حاجة يا قلبي، هاتي التليفون وانا اللي هتكلم، مالكيش دعوة. صح، انت صح، بس اوعى تحكي له حاجة. أخذ يوسف التليفون من مروة وفتح الخط. قال لها ماجد، مارو حبيب تخوها، ألف مبروك يا عمري. رد يوسف وفتح السبيكر. أيوة يا ماجد، أنا يوسف. صباح الخير يا يوسف. صباح يا مباركة. يا مروة لسه نايمة؟ لا لا، بس فيه يا ابني، هتموت من الضحك. أصل أختك خايفة تكلمك أصلا. أنت عملت إيه في أختي؟ أنطق، الطار ولا العار؟ ولا اطلع لك بنفسي اموتك. مروة سمعت كلمة اطلع لك. لا خلاص خلاص، ما تطلعش ما تطلعش يا ماجد. ماجد سمع كده ومات من الضحكة هو كمان. مالك يا حبيبتي اخوكي، الف مبروك يا حبيبتي. مروة اخذت التليفون من يوسف. ايوة يا ماجد، انا والله ما عملت حاجة، انا ما كنتش عاوز، اقسم بالله. يهدي بس يا حبيبتي، في ايه؟ ده امر طبيعي يا قلب اخوكي. ألف مبروك يا حبيبتي. يعني أنت مش زعلان مني صح؟ قول إنك مش زعلان. وهزعل منك ليه؟ ده دلوقتي جوزك. ويلا بقى اجهزوا عشان أنا عازمكم على الفطار. مروة ما عرفتش ترد بآه أو لأ، وقالت له خد يوسف قول له. يوسف أخذ التليفون منها. أيوة يا ماجد خير، قوم وعازمكم على الفطار برا. يوسف بصلها بإعجاب. ماشي يا كبير، ساعة ونكون جهزنا. ساعة ليه؟ أنا حموت من الجوع، أنا عريس يا ناس. طب ما أنا عريس برضو. هي نص ساعة، يا هطلع أكلكم أنا، يلا سلام. قفل يوسف الخط مع ماجد وسحب مروة لحضنه تاني. هو أنا قلتلك إني بحبك قوي واحترمتك قوي، لما ما خدتش قرار غير لما رجعتيلي. دي الأصول يا حبيبي، وانت جوزي وتاج راسي. أيوة اسكندراني يا جدع،
الله على الكلام اللي يدوخ. تعالي بقى لما أقولك كلمة سر. عند ماجد دخل على هند المطبخ بالراحة وشالها فجأة من وسطها. الجميل بعيد عني بقاله ربع ساعة بيعمل ايه؟ خضتني يا ماجد، بعمل لك نسكافيه. نزلني بقى. نزلها ماجد وشدها لحضنه. ماشي يا قلبي، روحي بقى اجهزي عشان هننزل نفطر احنا ومروة ويوسف. بجد والنبي؟ بجد يا قلبي ودقاته. في البلد فاطمة عمالة تاكل في نفسها وماسكة التليفون واتصلت بماجد. ماجد كان في حضن هند وفجأة التليفون رن. يا ساتر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مين يا قلبي اللي بيتصل؟ خش البسي على بالة ما خلص. فهمت هند ان التليفون من فاطمة. ألو. أيوة يا فاطمة، خيبة لكون وحشتك. وحشتني ايه وكلام فارغ ايه؟ احنا خلاص كبرنا على الكلام المايع ده. طب متصلة ليه لو ما انا ما وحشتكيش؟ متصلة عشان افهم ايه اللي عملته انت والمحترمين اخواتك. عملنا ايه يا فاطمة؟ اخلصي وراي شغل. انتوا ازاي تسمحوا لنفسكم تتجوزوا مروة لحد غريب وانت عارف ان شريف قايل عليها؟ فهمني انت ازاي تعمل كده وحد من عيلتي هو اللي عاوز اختكم؟ انتوا كان هيحصل لكم الشرف، اختك كان يا سعد هيهناها، بس هي وش فجر ملهاش في الطيب نصيب. خلصتي ولا لسه؟ خلصتي ايه؟ مش فاهمه. خلصتي رغي على الصبح ولا لسه؟ خلصت. خير؟ بصي بقى، انت مالكيش صالح، اختي تتجوز اللي يعجبها، انت مالكيش دعوه، احنا اخوات في بعض، نعمل مع بعض اللي احنا عايزينه، ده شيء ما يخصكيش، فاهمه؟ وقولي للشريف بتاعك ده طز، قولي له ماجد بيقول لك طز فيك، والحمد لله احنا في غنى عن السعد اللي هيجي من ناحيته. انا ما اسمح لكش تقولي كده على حد من عيلتي. فاطمه، فاطمه. خير يا ماجد؟ انت كمان طز، ومش طز واحد، مليون طز فيكي. واقفل الخط وعدي يومك على خير. وقفل السكه. فاطمه هتموت من الغيظ وماشيه تكلم نفسها. انا يقول لي طز؟ ماشي يا ماجد، اما وريتك طز. عند مسك فوق في الاوضه واخده بجد في حضنها وعماله تلعب في شعره بحنان شديد. يا حبيبي علشان خاطري ما تزعلش، ده رد فعل لا ارادي من ابوك. وحياة مسك عندك ما تزعلش نفسك. طب بذمتك انا ينفع ازعل وانا في حضنك؟ انت حياتي وعمري، انا معرفش ازعل وانا جوا حضنك يا قلبي. وحط ايده على بطنها. يا مسك، نفسي جاوي اشوف ابننا، نفسي اخده في حضني واشم ريحتك فيه. انا اللي هتجنن واشم ريحتك فيه يا حبيبي. تعرف يا بيجو، انا حبيته من قبل ما اشوفه، علشان ده حته منك يا قلبي. تعال بقى لما اقول لك على حاجه، بس والنبي ما تعارض. ربنا يستر. خير يا مسكي؟ قولي، دخلتك بتقول ان في موضوع مهم. انت عارف انا تعبت كدي عشان اخش الجامعه، انا حربت مع مرات ابوي وكنت بموت بين شغل البيت والمذاكره، بس كل ده ازاي يعني؟ ما تدخلش اخر سنه ليا وترمي واحد اللي فاضل ده، ما يديش ربنا. صح يا مسك، وبعدين السنه دي اخر سنه ليا والامتحانات قربت خلاص. هاتي اخرك بجد، ما تتكلمش كده، انت عارف انا عاوز ايه. وانت شايفه ان وضعك ده ينفع تخش امتحانات؟ افرض تعبتي وانت في اللجنه اعمل ايه؟ لا يا مسك، انسي موضوع السنه دي خالص، عوديها السنه الجايه ان شاء الله. غير كده انت محتاجه شهاده في ايه؟ ما خلاص، وانت مش هتشتغلي. مسك فقدت السيطرة على نفسها وبدأ صوتها يتخنق. بس ده ما كانش اتفاقنا يا بجد، انا اتفقت معاك اني اخش الامتحانات السنة دي، وانا ما قلتش حاجة، بس جدت امور حملك وتعبك. بس انا مش تعبانة وجدة وهقدر اخش الامتحانات. مسك الموضوع انتهى، دخول امتحانات له، انسي خالص، انا ما عنديش استعداد اجازف بيكي. لا يا بجد مش حنسى، لان ده مستقبلي وانا اللي تعبت لحد ما وصلت لهنا، ومش هتنازل عنه ولا عن حلمي ان اخد الشهاده. انت مستقبلك معايا وبس يا مسك، فاهمه؟ على فكره انت اناني جدا. وسبته ونزلت تحت. مصممه تشوفي الوش التاني؟ انا شكلي دلعتك كتير، بس كده مش هينفع. نزل هو كمان، كانوا بيحضروا الغدا في المطبخ. دخلت مسك. السلام عليكم، معلش اتأخرت، فاضل ايه هعمله؟
قالت لها ندى. اعمل انت الملوخية بتطلع من ايدك حلوة. ماشي يا ندى حاضر. مسك واقفة في المطبخ شيطة، وندى ملاحظة ده ومش عاوزة تكلمها قدام فاطمة. فاطمة متغاظة من الصبح من كلام ماجد ليها وعاوزة تطلعه في اي حد. والسنيورة بقى على ايديها نكش الحنة عشان لسه نازلة المطبخ بعد ما جربنا نخلص غدا. مسك ما ردتش عليها ومسكت تعمل الملوخية. فاطمة ما سكتتش وكانت مصممة انها تعصب مسك، بس حظها جاي في وقت غلط. لا تكوني فاكرة يا بنت ان احنا خدامين ابوكي، انت تفضلي قاعدة فوق متستتة واحنا نخدمك. لا فوقي، انت بنت فايز كلاف البهايم، يعني خدامة هنا، فاهمة؟ مسك بصت لها بصت غضب شديدة ومسك حلة الملوخية وقلبتها كلها على راسها وسابتها وطلعت من غير ولا كلمة. مش قادرة، اه يا قلبي والله بتبوك يا مسك. وبصت ندى لفاطمة نظرة شماتة وسابتها وطلعت. يا ولاد ال ماشية بتكلف البهايم يا نيانتي، وحياة ولادي ما انت مطولة هنا، يوم تجرب قوية بتكلف البهايم يانا يانتي وهتشوفي فاطمة هتعمل ايه. بس الصبر حلو، كله بالصبر يا مسك الزفت. وحياة عيالي لطلعك من هنا تكلمي نفسك، وبكرة تقولي فاطمة قالت. طلعت مسك على فوق من غير ما تتكلم مع حد، لمحها بجد وهي طلع على فوق بعصبية، وشاف ندى وهي خارجة من المطبخ وعمالة تضحك. قرب بجد من ندى. انتوا اتجننتوا؟ مسك طالعة متعصبة وانت طالعة من المطبخ ميتة من الضحك، في ايه؟ قربت ندى منه. خش ارمي نظرة على المطبخ بس بالراحة. مد بجد راسه من باب المطبخ وفجأة انفجر من الضحك، مقدرش يتحكم في نفسه. كانت فاطمة من راسها لرجليها كلها ملوخية. التفتت فاطمة ناحية صوت بجد وهو بيضحك. عاجبك اللي مرته عملته ده؟ اقسم بالله ما هعديها. صبر حلو، انا هوريها فاطمة ممكن تعمل ايه. فاطمة اتكلمي عدل، يعني ايه مش هتعديها؟ يعني انت عاجبك اللي عملته فيا ده؟ قالت لها ندى. انت اللي استفزتيها يا فاطمة بالكلام، وكنت شايفة شكلها انها كانت متعصبة وعلى اخرها، بس انت فضلت تستفزيها. خلاص انت خدتي نصيبك، انت اللي جبتي لنفسك. قال لها بجد. خلاص طالما انت اللي غلطتي ما ترجعيش تشتكي، هنشوف الكلام ده يرضي ابا الحج ولا لا. بطلي بقى هيافة، اف منك. وبص الندى وغمز لها. المهم يعني احنا هناكل ايه؟ الملوخية كده بح، في اكل ولا جيب رغيف وغمز من على فاطمة. ندى هتموت من الضحك. دخل امجد. خير؟ ايه الصهرة دي؟ صوتك مسمع لاخر السرايا. وقطع كلامه. سلام قول من رب رحيم، ايه الشيء ده؟ مين دي؟ ندى كانت خلاص مش قادرة، وقعت على الارض من كتر الضحك. قال له بجد؟ تاخدش في بالك دي فاطمة بالملوخية. قال له امجد. ما فهمتش برضو، يعني بدل الارانب بالملوخية كده؟ قال له بجد. ما فهمتش ايه؟ فاطمة عاملة ماسك وملوخية، مفهومة يعني؟ قال له امجد. ماسك ملوخية، وده بيجلب الحبيب ولا بيعمل ايه؟ قالت لهم ندى. كفاية بقى حموت من الضحك. فاطمة كانت في قمة غضبها. ايه خلاص خلصنا، بس يكون في علمك يا بجاد مش هعديها لمراتك، انا جرستي والقبر يا بجاد. بجد ادها ظهره كانها ما بتتكلمش وبص لندى.